الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع السريع إن شاء الله التمرين الثاني، انحدار الخط المتعدد أو ما يسمى Multiple Linear Regression. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. تعلمنا في مقطع سابق كما ذكرت، يعني الآن يعني ألون هنا، تعلمنا بأن هذا الآن المعادلة y تساوي x في بيتا زائد e هي معادلة الانحدار الخطي لكن بصيغة المصفوفات، حيث الآن y هذه عبارة عن متجه بعد أبعاده N في واحد، يعني نون من المشاهدات في عمود واحد، يعني شكله هكذا كما قدمت في مقاطع سابقة، بيكون بالحالة هاي Y1 Y الثانية وهكذا نستمر حتى نصل إلى YN. فإذا هذا N في واحد، هذا الآن المتجه Y. X تساوي N في K اللي هو عندي N من المشاهدات لكل متغير مستقل، وK اللي هي مظروف المعلومات، يعني بكون شكله سأبينه بعد قليل هكذا. هذا الميتريكس A، عفوا الميتريكس X، بكون واحد 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 للأخير حتى واحد اللي هو حجم العينة، بكون مثلا لو 20 بكون 20 20 واحد وهكذا. بعدين هنا X الأولى I و X الأولى الثانية، يعني 1 2 1 3 1 4، يعني 1 عندي الثانية هاي اللي هي الثانية 2 وهكذا حتى نصل اللي هي X الأولى لكن حجمها N بالحالة هاي هناك. أما X الثانية هنا بتكون بالحالة هاي X الثانية I، ونستمر للأخير حتى X الثانية، X طبعا هنا X الثانية N بالحالة هاي هنا 2 N. فلذلك الأبعاد هنا هذه هنا N في K، والآن بيتا هذا بيتا اللي هو متجه المعلومات التي سنقدرها تساوي K في واحد، والخطأ الناتج عن التقدير او اللي هو في بالمعادلة يعني مبني في المعادلة ان في واحد. وبالتالي الان كما تلاحظون يعني عندي الان هذه صيغة المصفوفات، معادلة انحدار بصيغة المصفوفات، حيث الان y تساوي x بيتا كما هو مبين هنا، وحيث الآن إذا طبعا X بيتا زائد E الإي الإرور، فبالحالة هذه Y هو متجه من N ضرب واحد، أبعاده N في واحد، N حجم العينة أو البوبوليشن المجتمع الإحصائي، واحد اللي هو عمود. وعندي الآن K تساوي N في K، وبيتا تساوي K في واحد، وE تساوي N في واحد. فالأبعاد لاحظوا لي يعني هنا الآن N في واحد، هذه عندما نضرب K اللي هو X في بيتا، لاحظوا لي هذا يعني شرط الضرب متوافر، بتكون بالحالة هاي أبعاده N في واحد، وهنا N في واحد، فهنا N في واحد، إذن كل الآن الأبعاد متوافقة مع عمليات وشروط ضرب المتجهات. نرجع الآن نحتاج إلى جعل متجه الخطأ هذا المتجه هنا، نحتاج إلى جعله أقل ما يمكن، أقل ما يمكن. بمعنى آخر we want to minimize the error كما ذكرنا في المحاضرات ومقاطع سابقة. فعندي الآن بنقل كل شيء، يعني بخلي الآن E لوحدها في طرف لوحدها كما هو موضح هنا، E تساوي Y، الآن Y مطروح منها X بيتا كما تلاحظون. والآن إذا أخذنا الترانسبوز أو منقول هذا المتجه يصبح الآن X، عفوا داخل قوس Y ناقص X بيتا الكل ترانسبوز اللي هو منقولها، فحسب شروط الترانسبوز تصبح الآن Y ترانسبوز ناقص
هذه بيتا تصبح قبل الاكس، الاكس بعد البيتا، بصير بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز، اللي هو عمليات يعني منقول المصفوفات او المتجهات. اذا ضربنا اي ترانسبوز في اي الاصليه ينتج هذا اللي هو اي ترانسبوز اي تساوي داخل قوس واي ترانسبوز ناقص بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز مضروب في القوس واي ناقص اكس بيتا. لما نفك الاقواس الان لاحظوا لي هذا الان مضروب في هذا اللي هو اعطاني واي ترانسبوز واي، وهذا الان مضروب في هذا اعطاني واي ترانسبوز لاحظوا لي اكس بيتا، وهذا الان مضروب في هذا اعطاني سالب، طبعا هنا سالب هنا سالب، سالب بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز واي، واخيرا سالب في سالب موجب هنا موجب لاحظوا لي، فبتعطي لي بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز اكس بيتا، اللي هو يجب علينا ان نحافظ على الضرب القبلي والضرب البعدي حتى تكون النتائج سليمه ومنطقيه. فالنتيجه النهائيه الان بال بال بالضرب هذه النتيجه اللي هي اي ترانسبوز اي تساوي هذه الان في الطرف الايمن هذا اللي هو واي ترانسبوز واي سالب واي ترانسبوز اكس بي بيتا ناقص بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز واي زائد بيتا ترانسبوز في اكس ترانسبوز في اكس في بي. عند التدقيق في العبارتين دعني اميز العبارتين، يعني الان العباره هذه العباره وهذه العباره بالوسط اللي هي سالب بيتا ترانسبوز اكس ترانسبوز واي وسالب واي ترانسبوز اكس ترانسبوز عفوا اكس بيتا، هذه نلاحظ بان ابعادهما متساويه وتحتوي على المتغيره نفسها او يعني اما المعلمات بيتا لكن واحده منها على شكل بيتا ترانسبوز هنا بيتا عاديه وهنا اكس ترانسبوز لكن هنا اكس عاديه وهنا واي وهنا واي ترانسبوز، لكن نفس يعني نفس المتغيرات والمعلمات. فهاي تعطينا كميه سكالر اللي هي يعني بنلاحظ انها تساوي كميه ثابته. ما يعني الان اني بقدر اخذ واحدة منهم أضربها باثنين لأن واحدة منهم تساوي الثانية، فاخترنا أن نأخذ لاحظوا لي هنا إذا يعني E transpose هذه تساوي الآن Y transpose Y سالب اثنين بواحدة منهم، اخترنا بالحالة هاي B transpose X transpose Y زائد الآن ما تبقى هذه هنا B transpose X transpose beta. نقوم الآن باشتقاق E transpose E بالنسبة للبيتا اللي هي المعلمات، فكانت النتيجة انه partial E transpose E بالنسبة لبيتا تساوي سالب 2 X transpose Y لانها راحت هذه مع الاشتقاق تذهب، وهون عندي هذولا لانه واحدة من الشروط اللي افترضناها بالأكس انها مثبتة، ما يعني بان transpose بيتا يعني بيتا transpose في بيتا تساوي بيتا تربيع بالحالة هاي، فمنشتقها تطلع عندي 2 اذا سالب 2 اكس ترانسبوز واي زائد 2 في اكس ترانسبوز اكس بيتا يساوي صفر، لانه بنعمل مينيمايزيشن او نقلل ما امكننا هذا الكلام كله، فبتكون النتيجه النهائيه انه الان اذا ضربنا طبعا ننقل هذا كله للطرف الايمن هون بعد الصفر تصبح الاشاره سالبه، بنقسم 2 بروح 2 فيبقى في الطرف الايمن عندي هذه الكمية وهنا في الطرف الأيسر هذه الكمية. إذا ضربنا كل واحدة الطرف الأيسر والطرف الأيمن بأكس ترانسبوز أكس الكل إنفرس لاحظوا لي هنا وهنا ضربناها بأكس ترانسبوز أكس أول إنفرس، هذه الآن أكس ترانسبوز أكس الكل إنفرس في أكس ترانسبوز واي بتعطيني ما يسمى بالأيدنتيتي ماتريكس اللي هو الواحدات، يعني شكله بطلع عندي هكذا الأيدنتيتي ماتريكس 1 0 0 0 1 0 0 1 جاي وحدات بالقطر الرئيسي وصفار في كل مكان آخر. هاي الآن هذا الايدنتيتي ماتريكس اللي هو الآي يعمل عمل الواحد الصحيح بالحسابات العادية، وهنا بيعمل عمل الواحد الصحيح لا يؤثر على النتائج. إذا بعد هذا الكلام هنا لانه ايدنتيتي ماتريكس اذا بيتا وهات بنحط عليها شحطه اللي هي الطاقيه حتى نميزها بانها بيتا المقدره تساوي اكس ترانسبوز اكس الكل انفرس في اكس ترانسبوز واي وهو المطلوب.
خلنا الآن مثال. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية حول ساعة عدد الساعات X1I التي يخصصها الطالب الجامعي أسبوعيا لدراسة المساقات التي يأخذها في كل فصل، وحجم الأسرة التي ينحدر منها الطالب الجامعي. إذن الآن عندي متغير مستقل اللي هو X1I ومتغير مستقل ثاني X2I اللي هو حجم، هنا عدد الساعات التي يخصصها للدراسة والاجتهاد وال يعني حتى ينجح بالمساقات التي سجل بها، وعندي الآن هو X2I اللي هو حجم الأسرة التي ينحدر منها الطالب، وعندي معلومات بيانات عن معدل التراكمي طبعا من 100. نحتاج إلى تقدير معلومات نموذج خطي من الشكل الآتي للتنبؤ بالمعدل التراكمي للطالب الجامعي بناء على بيانات العينة تتكون من 15 طالبا. هذه الآن الدالة التي نحتاج إلى تقدير، نحتاج إلى تقدير A و B1 و B2، باعتبار أنه X1I متغير مستقل، X2I متغير مستقل، والمتغير التابع هو الظاهرة اللي هي المعدل التراكمي. هذه هي البيانات الآن. البيانات عندي من إلى 15 طالبا، هذا المعدل التراكمي 70 81، طبعا من 100 70 81 71 إلى أن ننتهي من 78 83 90. هاي عدد الساعات التي يخصصها أسبوعيا الطالب الجامعي مقابل كل شخص. يعني هذا الآن الشخص اللي معدل التراكم كان يخصص 5 ساعات، الشخص الذي معدل التراكم 81 خصص 7 ساعات، هذا خصص 4 ساعات، الشخص اللي معدل 90 من 100 كان يخصص 10 ساعات أسبوعيا، هذا اللي معدل 92 كان يخصص 12 ساعة أسبوعيا حتى ننتهي. والأشخاص اللي معدلاتهم هكذا عفوا كان الآن ينحدرون من أسر حجمها 4 4 5 3 وهكذا. إذا تلاحظوا يعني أن الآن لدينا معلومات كاملة عن العين. الآن ما الذي الآن نحتاجه إلى أن نقدر A و B1 B2 من البيانات هذه. الخطوة الأولى الآن تكوين متجه المتغيرات المستقلة X كما يأتي. الآن لاحظوا لي 1 1 1 كما تعلمنا في المقاطع وفي المحاضرات السابقة، 1 1 15 مرة وحدات. إذن هون 1 2 3 4 15 تكون. هذا الآن X1I اللي هو عدد الساعات، هنا X2I اللي هو حجم الأسرة، وهنا طبعا الوحدات اللي هي حتى نأخذ بعين الاعتبار نقطة التقاطع. الخطوة الثانية نحسب منقول المصفوفة هاي اللي هي X ترانسبول، فكانت X ترانسبول اللي هو هذا الصف يصبح العمود، وهذا الصف عفوا هذا العمود يصبح الصف، وهذا العمود يصبح الصف الثاني، والعمود الثالث يصبح الصف الثالث. إذن هذا X والN X ترانسبول. خطوة الثالثة حساب حاصل ضرب المصفوفة X ترانسبوز مضروبة في X. لما ضربناها طبعا استخدمت برنامج الإكسل، كان عندي X ترانسبوز X تساوي، لاحظوا الآن التماثل، هاي 111 متماثلة هنا وال64 متماثلة هنا وال445 متماثلة هنا، والقطر الرئيسي هذا كله دائما يجب أن يكون موجب القيمة، وما دون ذلك قد تكون أصفار أو سالبة أو موجبة لكنها متماثلة. هذه تماثل هذه، هذه تماثل هذه، هذه تماثل هذه. الخطوة التي تليها هو حساب المصفوفة المعكوسة لX ترانسبوز X. أوكي، مصفوفة المعكوسة استخدمنا برضو نظام الإكسل أو برنامج الإكسل، حصلنا على X ترانسبوز X الكل إنفرس هذه الأمر. كذلك الأمر هناك في تماثل، هذه تماثل هذه، وهذه تماثل هذه، وهذه تماثل هذه. دائما وأبدا القطر الرئيسي موجب، وربما هي تكون سالب أو موجب، لاحظوا سالب سالب، هنا سالب سالب، وهنا موجب موجب. الخطوة الخامسة حساب حاصل ضرب المصفوفة X ترانسبوز في Y. حصلنا على X ترانسبوز Y بالضرب، تضرب كل X ترانسبوز مضروب في الواي، يعني الاكس ترانسبوز هذا هو الاكس ترانسبوز، والواي هذه الان واي، لاحظوا لي هنا. فطلع عندي الان عمود واحد من 3 صفوف،
1219 9293 5099. الخطوة السادسة ضرب المصفوفة X ترانسبوز بالمتجه، فينتج عن ذلك التقديرات بيتا هات هذه 61.64 وبعض الأشياء، هاي اللي هي ألفا أو A هات، B1 هات اللي هي 3.0788، وB الثانية هات ساوي سالب لاحظوا لي 0.74027251 وهكذا. أي أن الآن الدال المقدر معلوماتها هاي شكلها الآن Y I hat okay تساوي 61.64، يعني شطبنا هاي الأعشار هنا أو بالآلاف، فقط أخذت أول خانتين مهمات 61.64 زائد 3.8، قربت هذه 0.7 خليت 0.8 وسالب لحظة زائد طبعا هو الموجب 3.08 في X1I سالب 0.74 فاصلة طبعا 0.74 X2I. من أجل التأكد من النتيجة قدرنا المعلومات بواسطة برنامج الإكسل، فكانت النتائج متوافقة مع طريقة الميترسز 100%، لأنه أصلا برنامج الإكسل يقوم باستخدام نفس الطريقة، لكن من أجل التأكد فهذه الآن الانترسبت 61.64 كما ذكرنا هنا، والبي 1 هات اللي هي 3.07 قدرت هنا قربنا 0.8 يعني 3.08، وأخيرا بي 2 اللي هو معامل هذا المتغير سالب 4.74. الخطوة السابعة تفسير النتائج اللي هو الأثر الإضافي أو ما يسمى بالمارجن إفكت. الآن لو اشتقينا هذه الدالة هنا YI بالنسبة للمتغير المستقل أولاني نحصل على هذه القيمة اللي هي partial Y partial X1I تساوي 3.08. ما المقصود بذلك؟ أي أن كل ساعة إضافية يخصصها الطالب الجامعي للدراسة والتحضير طبعا من العينة بناء العينة تؤدي إلى زيادة المعدل التراكمي بمقدار 3.8% نقطة، يرتفع معدل التراكم. طيب إذا أخذنا الآن ثانيا المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة للمتغير الثاني تساوي بالحالة هاي سالب 0.74 اللي هو partial yi partial 2xi تساوي سالب 74%، أي أن كل فرد إضافي في الأسرة يؤدي إلى انخفاض المعدل التراكمي بمقدار فاصلة أقل من نقطة واحدة. ربما يعني النتائج هنا طبعا لأنها من عين عشوائية ولأنها افتراضية حصلنا على هذه النتائج، لكن بالمستقبل إن شاء الله سنتأكد من صحة النتائج بواسطة اختبار الفرضيات بإذن الله. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.